خليني اسالك استاذ محمد، اولا انا بشكرك انت كمان. يا جماعه تابعوا الاستاذ محمد على السوشيال ميديا لانه بيكيل لاسرائيل، بيكيل لهم بيمين وشمال، لان هم افتكروا انهم سيطروا على العالم وعقل العالم عن طريق السوشيال ميديا. وانا قلت لكم ان انطلق مجموعات مصريه ومن الشباب المصري وداخلين مقطعين لحم اسرائيل رايح جاي على شبكات التواصل الاجتماعي. قل لي، التحول في الرأي العام الشعبي في العالم ده انتم متابعينه؟ طبعا طبعا، وده من ابرز المعالم اللي بنشوفها في الاحداث من ساعه ما بدات هذه الحرب في غزه او في قطاع غزه. الصدمه كلها من اراء الشباب سواء داخل مصر او خارج مصر. الجيل اللي حضرتك اتكلمت عليه اللي هو الجيل ما دون ال 30 سنه ده او اللي تحت ال 30 سنه، هذا الجيل بالنسبه لاسرائيل كان هو الرهان، هو كان كل رهانهم بخصوص المستقبل ان هذه الاجيال تطلع منسلخه عن قيمها، منسلخه عن مجتمعاتها، منسلخه عن اوطانها، غير منتميه لهذه الاوطان وغير منتميه لهذا النوع من القضايا. وكان دايما الرهان الامريكي والرهان الاسرائيلي في هذا الشق يتمحور حول ان هناك اجيال صاعده ستخرج في هذا الوطن. لا تقولي بقى فلسطين ولا تقولي اسرائيل، وانا الاسرائيلي ده جاري والاسرائيلي ده صديقي والاسرائيلي ده بيني وبينه معاهده سلام والكلام ده معاهده سلام. خلي واحد بس يشاور على حد في الشارع النهارده ويقول ده صهيوني. يعني انا متفرق. حتى يمكن انا حتى بعضي بيتعجب ان بعض الدول اللي بدات تبقى في بينها وبين العدو الاسرائيلي بعض العلاقات، مثلا بقى في حميميه بينه وبين بعض بسرعه وبشكل كبير وبتاع، برغم ان مصر بقى لها اكتر من 40 سنه في معاهده سلام بينها وبين اسرائيل. مفيش اسرائيلي بيدخل مصر النهارده بجواز السفر الاسرائيلي الا فيما نظر يعني، ولو دخل بجواز السفر بيكون عنده مجموعه من التحذيرات، خد بالك خد بالك خد بالك، ولو مشي في الشارع. احنا شعب لا يطبع. يعني بص النبي يعني حتى روح اقول لنتنياهو ده احنا لا احنا يا عم الحاج مش عايزين يابا. هذا هو الوهم او هذا هو الوهم او الكابوس اللي صحت عليه اسرائيل في هذه الاحداث، ان هو كان رهانهم ان في هذه الاحداث ان هذا الشباب الغير مسيس، هذا الشباب الغير موجه اللي هو بيعتبر ان هو شباب، انا بعتبره شباب رقمي او شباب الكتروني، عنده ثقافه رقميه الكترونيه، يمكن منجذب اكتر للمنجزات العلميه الغربيه، منجذب اكتر للثقافه الغربيه والافلام الغربيه والمفاهيم الغربيه. النهارده وقت ما بتيجي قضيه زي قضيه غزه النهارده بيفاجئوا برد فعل مختلف تماما عن كل اللي كان بيحصل، ودي بالنسبه لهم هي الصدمه وهي الضربه الحقيقيه، لان زي ما قلت لحضرتك هو الرهان كله على هذا الجيل من الشباب. نيجي نبص على هذا الشباب نلاقيه في قمه الانتماء لوطنه، قمه الانتماء لقيادته السياسيه، قمه الانتماء لمؤسسات دولته، قمه الانتماء لقضايا امته العربيه، سواء مش في فلسطين بس، ده في فلسطين وفي ليبيا وفي العراق وفي السودان وفي سوريا، في اي قضيه عربيه موجوده تجد ان الشعب المصري او هذا الشباب المصري بيدعم وبيدافع عن هذه القضايا بكل قوه، وكانها قضيته هو، كانه بيتكلم عن شيء يخصه هو كمصري، مش بيتكلم عن امور تخص اشقاء، لا ده انا صاحب الامر وانا المعني وانا صاحب الموضوع او صاحب هذه القضيه. دي بالنسبه لنا احنا كمصريين تطمننا جدا جدا على المستقبل، وتطمن الاشقاء في غزه، وتطمن الاشقاء في فلسطين، وتطمن الاشقاء في الوطن العربي كله، ان طول ما مصر المعادله دايما طول ما مصر واقفه على رجليها هذه الامه بخير ان شاء الله، وقادره انها تقدم وتقهر كل اعدائها ان شاء الله باذن الله.